مستشار كمال الاسلامبولي. ساعات المستشار يعني رؤية حضرتك او مواصفات اللي انت شايفها او المعايير لرئيس الجمهورية القادم؟ انا بالنسبة لي في 5 معايير انا حاططهم من زمان ومطروحين من زمان، ومعايير دي انا حاططها لصالح مصر، مليش دخل باشخاص المرشحين خالص على الاطلاق. يعني معيار الاول من وجهة نظري الا يكون محسوبا او منتميا للتيار الديني، وهذا حتى نحدث تنوع في مؤسسات الدولة، وحتى لا تصطبغ الدولة لدى الغرب بالصبغة الدينية فتتحول القوة الدينية الى قوة لاستعداء الغرب. نريد تنوع في مؤسسات الدولة، وهذا يحفظ للتيار الديني قوة أن يكون قوة في رصيد إيجابي للوطن، وليست قوة تجلب استعداء الغرب في صدام قد يدفع ثمنه الجميع. لذلك أنا أرى في الفترة الحالية أن يكون الرئيس الذي يتصدر هذا المشهد هو رئيس على غير منتميا أو محسوبا للتيار الديني. ده نمرة واحد. وبقولها إحنا حتى لما نختلف في الرأي يجب أن الخلاف على قاعدة التواصل الروحي والتواصل الإنساني، والخلاف في الآخر بيدي منتج فكري جيد للكل. المعيار الثاني أنه ما يكونش ليه خلفية عسكرية، لأن احنا عايزين تنوع أيضا في الفترة الجديدة. المعيار الثالث أنه ما يكونش من أدوات الحكم النظام السابق، وبقصد بالنظام السابق مش فترة مبارك، وإنما بقصد بيها الفترة اللي هي من 74، لأن 74 دي بدأت فيها وضع بذور وأساس النظام الذي ذروته أدت إلى قيام ثورة 25 يناير. يعني من 74 كان هناك حديث عن الخصخصة، من 74 كان هناك حديث عن أو شفنا تزاوج رأس المال بالسلطة، في سواء في مجلس الشعب أو في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، في مثال مرعي صهر الرئيس، وفي مثال عثمان أحمد عثمان صهر الرئيس كنائب رئيس وزراء. من هنا أعتقد أن كانت بداية ما حدث وأدى إلى الذروة التي من أجلها قامت ثورة 25 يناير. المعيار الرابع أن يأتينا رئيس على قاعدة لم الشمل، ما يعني يبقى فيه ما يصطدمش، لا يختلف لكن ما يصطدمش، يختلف في رؤى أو رأي لكن في حدود أو تحت سقف عدم الصدام، لا مع مؤسسة عسكرية ولا مع طيارات دينية أيا كانت نوعها، لأن البلد محتاجة لم الشمل. المعيار الخامس عندي بالنسبة لي، وكأي رئيس بيجي يقول أنا بشتغل للفقراء بشتغل للطبقة المتوسطة، لكن بتاخد أنه أسلوب منهم عشان يخاطب الفقراء والطبقة المتوسطة، بياخد فيه ناس بتشتغل لطبقة الأرستقراطية وطبقة رجال الأعمال على أساس أن المردود ليها هينصب على بقية الشعب، وده محتاج أن يكون هناك يد موجودة بشكل دائم للدولة، إرادة الدولة تبقى موجودة عشان ترجع المردود لباقي الناس. أنا لست مع هذا الأسلوب، أنا مع الأسلوب الأشد وعورة والأكثر جهدا ومحتاج لمجهود، أنك تصوب أدائك مباشرة إلى الفقراء وللطبقة المتوسطة، لأن المجتمع المصري النهاردة بعد 25 يناير اكتشفنا أن احنا أمام كارثة. مجتمع عبارة عن زي ما تقول فرد كده، دماغه زي الليمونة وعموده الفقري زي عود الكبريت وقعدته مرتبة سرير. لو تخيلنا فرد بهذه المواصفات لا يستطيع أن ينهض من جلسته. المستشار كيف ولاك؟ أفسر لك بس إيه، فما يقدرش يقوم من, 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 من مكانه. رأس الليمونة من وجهة نظري هم حجم متداول الثروة وليست الثروة في حد ذاتها. ثروة كانت حكرة على أيدي بسيطة هي اللي محتكراها، ده رأس المجتمع اللي عامل زي الليمون. عمود الفقر الطبقة المتوسطة، مرتبة السرير هي طبقة الفقراء. فأنت محتاج النهاردة تعظم من عمود الفقر ده الطبقة المتوسطة عشان تاخد من تحت من طبقة الفقراء والضخ الفوق، يحصل تداول في الثروة، يبقى يديك جسد متعافي ومتناسق تنهض به الأمة.
حضرتك قدمت مشروع قائم، ولكن كيف مع الأكثرية من مجلس الشعب أو يعني الانتخابات أتت بالأكثرية من الإسلاميين، سواء الحزب الحرية والعدالة وحزب النور، وهم الذين ممكن يحكمون في يحددون رئاسة الجمهورية القادمة؟ والله الأهمال التوازن والاهتمام للتوازن وللعقل في هذه المرحلة هو قمة العمل للمصلحة. العمل لمصلحتك، وده في السياسة طبعا الكل يعمل لمصلحته وإلا ما تبقى السياسة، ممكن ترجع المصلحة، ممكن يرى التيار الديني ان دلوقتي ليس في صالح هذا. على فكرة لما بتقول هذا هو بتقوله من باب النصح ومن باب المحب، مش من باب ان انت من باب الكاره، لان انت لما ترى ان المنطقة كلها حواليك فيها بؤرة ضوء في سدة الحكم، في البلدان اللي قامت فيها ثورات وبتصعد فيها التيار الديني، لا ده التيار بيطفى على هذا عشان الصدام. انا اللي انا بخشاه ان بصدام الغرب جماعي مع التيار الديني كله، فانا لازم ابقى يقظ وخلي التيار قوة لهذه الاوطان وليست قوة تصعد سريعا فتهبط سريعا. شايف مين على الساحة يصلح لمرور مصر في هذه المرحلة من رئاسة الجمهورية؟ يعني انسب هي مين؟ يبقى احنا بنحط المسألة في فرض. لا انا عايز مؤسسة رئاسة، وده احنا لجنة المية اللي بنشتغل عليها يكون في مؤسسة رئاسة، لكن مؤسسة رئاسة مش عمل جماعة، لكن بيقوده فرد. هذا الفرد ده يتصدر المشهد السياسي، ما يدركش انطباع عن الدولة انها لا ديني ولا غير ديني. هو يعمل لصالح مصر المجردة من اي هوية ايا كانت. الرئيس القادم هو رئيس لمصر وليس رئيس للمجموعة التي اتى منها ايا ما كانت المجموعة. اخذتنا على الصراحة، ترى من انسب المعايير وانت هتعرف مين الانسب. شكرا.